ما الفرق بين المنهج والمنهاج؟ والفرق بين الإسلام والدين، وكيف يكون الدين عند الله الإسلام؟ المنهج والمنهاج حاجة واحدة، لكن المنهاج لزيادة الحروف معناه تفصيل المنهج، يبقى المنهج هو المختصر. فهمت إزاي؟ مختصر المنهاج اللي هو المنهج أن تعبد الله وتعرفه وتتبع الرسول، ده المختصر. طب المنهاج إيه؟ معرفة تفاصيل الأوامر بقى والنواهي، ده المنهاج. فهمت إزاي؟ يبقى المنهج الموجز والمنهاج البيان الواسع. فهمت بقى؟ اللي أنت بتقوله في الفتحة المنهج، اهدنا الصراط المستقيم، والوسيلة إياك نعبد وإياك نستعين، ده المنهج. طب بقيت آيات القرآن للآخر مع سنة النبي المنهاج، إزاي تعبده وإزاي تستعين وإزاي تعرف الصراط المستقيم. كمل بقى القرآن وإقرأ السنة وشوف النبي عمل إيه، يبقى دي المنهج والمنهاج. والفرق بين الإسلام والدين، إذا اجتمعوا في سطر واحد افترق. فلو قلنا الإسلام والدين، يبقى الإسلام معناه الانقياد الظاهري، والدين معناه التدين الباطني. كويس؟ أما نقول إيه؟ عليك أن تحافظ على إسلامك ودينك، يبقى إسلامك أي انقيادك الظاهري بالطاعة الظاهرة، ودينك اللي هو بقى إيه؟ ما بطن، وكمان تحافظ على إيه؟ على إن قلبك ونيتك تبقى متوجهة إلى الله حالا انقيادك الظاهر. لكن لو قلنا إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام هنا هو الدين، ويقصد به الاعتقاد السليم. ولكن الشرعة تختلف، فالدين واحد والشرائع تختلف. فهمت؟ لكل جعلنا منكم ايه؟ شرعة ومنهاجا. شوف منهاجا، ما قالش منهج، يعني ايه؟ يعني اسلوب متعدد الطرق للوصول الي. فهمت؟ يبقى الشرعة تختلف باختلاف ايه؟ ايه الشرائع، لكن الدين واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أبونا آدم مسلم، كل الأنبياء مسلمين، لكن شرائعهم شتى. وعشان كده النبي يقول إيه؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، وأبونا واحد يعني ديننا واحد. واضح؟ وهو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا.